أعرب إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري عن أمنياته بمواجهة الأهلي في دور النهائي ببطولة كأس مصر بعد تخطي الزمالك في نصف النهائي بالفوز عليه بثنائية نظيفة، حتى يرى الجميع الروح الرياضية بين الفريقين وتخرج المباراة في أحسن صورة، كما أن الفوز على الأهلي سيكون له مذاق خاص. حاجة كبيرة جدا إنك تقابل النادي الأهلي في النهائي، ولما تيجي تكسب لما تيجي تكسب النادي الزمالك في قبل النهائي الحمد لله، وتيجي ربنا لو كتب لك مكسب النادي قدام النادي الاهلي هتبقى ليها رونق تاني، ان انت بتكسب اكبر ناديين في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي في قبل نهائي ونهائي. ده انا بالعكس انا بقى كراجل في راجل لعبت كوره وعارف ده تاريخ، انما اللي كاتبه ربنا يكون سواء سموحه او النادي الاهلي. بس بقول لك والله العظيم اتمنى اللعب النهائي مع النادي الاهلي. ليه؟ مش تقليل، ده احترام. ده انت لما تكون عايز تلعب حاجه ليها قيمه كبيره وتحاول انك انت ان شاء الله تجتهد وتكسب، ده ليها رونق تاني خالص. انما في الاول وفي الاخر اللي كاتبه ربنا هيكون، وصلنا نهائي ربنا كتب لنا ان المكسب خير وبركه. ما كتبش حاجه تانية ان احنا نخسر، دي قصه تانية. انما في الاول وفي الاخر يمكن ربنا يبعت الرساله دي للنادي الاهلي يلعب النادي المصري في النهائي، وزي كل الماتشات اللي فاتت دي بتطلع احسن روح رياضيه بتطلع، فان شاء الله يتلعب نهائي ونلعب ان شاء الله، وان شاء الله نلعب سوبر ما بين النادي الاهلي ان شاء الله، يعني تبقى بقى حاجه ما حصلتش.